مع السيدة لطيفة. صباح الخير للا لطيفة. صباح الرباح للا. اهلا بك. الله يحفظك. كدايرين؟ كنتي بردكم دخولي بقى موجود بخير تبارك الله. البرد دخولي بقى كاين اختي البرد قاص. نعم نعم نعم. ولكن كتقول لك الناس دخولي بقى مولفين شوية. انا ماشي بنت دخولي بقى. انا بنت الدار البيضاء. نعم غيجيك البرد. شوية. نعم. ولكن الحمد لله. الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد. شكرا كنشكركم على هذا اقتراحات غنائية. الله يبارك فيك. كذا اليوم كلها من اقتراح عبد الرزاق عصامي اللي كيحاول انه يواكبها مع يوم الجمعة. بارك الله فيكم. نعم. لالا لطيفة اش كتقترحي علينا؟ بونجور الخير اللي حبيته. نعم تفضل. عندي واحد الكانش جديد هذا زوين. نعم. نعم. وعندي واحد بيتزا كتجي بحال الكيك. اذا قلنا غناخذو معاك الكانش تفضلي. واخا لالا. كاين عندنا 200 غرام ديال الشوكولاط ابيض. كنهرسو ندكدكوه. وكنديرو في واحد الزلافة. وعندنا كاس كبير ديال القهوة كتكون مغلية بحال مخرجينا من داك الكوكوط ديال القهوة. قهوة ماشي سريعة الذوبان. القهوة مطبوخة هي اللي كنستعملو. مع الصلاة. كاس. كاس كبيرة أو لا كاس أونس ديال كاس العنبة. إذا نقولو كاس يعني ديال الماء. ديال الماء. كاس كبير. أو لا نعبرو حيت عندنا كاس كبير ديال لاكخيم فخير. لاكخيم فخير هي كتكون مغلية. هذاك الكاس اللي فيه لاكخيم فخير نقدرو نعبرو به القهوة. نعبرو به القهوة. إذا عندنا 200 غرام شوكولاتة بيض. عندنا كاس كبير ديال القهوة مطبوخة. شنو آخر في المقادير؟ كاس كبير ديال لاكخيم فخير هي كتكون مغلية. طريقة. إذا كاس كبير ديال لاكخيم فخير من بعد كنخليوها حتى كتغلى مزيان. كنخليوها حتى كتغلى حتى هي وكنكبوها على الشوكولاتة. نعم. هذه هي المقادير كاملة. هذو هما المقادير ثلاثة الحوايج. نعم تفضلي. ملي كنا نديرو الشوكولاتة في هذاك البول ديال الزلافة كنكبو عليه القهوة وكنحركو كتكون القهوة سخونة مزيان. وكنزيدو عليه لاكخيم فخير هي كتكون سخونة وكنحركو. يعني كنخليو كلشي سخون. الشوكولاتة سخون، القهوة سخونة ولاكخيم فخير سخونة. سخونة وي. كيجي زوين كيجي جديد بزاف. كنقدرو نسقيو فيه الكيك. وكنقدرو نخليو ملي كيبرد كيجمد. كنقدرو نلاصقو بيه لي بيسكوي ولا لي ماكارو كيجي لذيذ. هذا مخيف. نعم. إذا نعاودو الطريقة ديال الشوكولات. كناخدو الشوكولات مدقدق ياك. نعم. وكنكبو عليه القهوة تكون مغلية بحال هكا كبيناها من الترموس ديال القهوة. نعم. وكناخدو هذيك القيس دا قلت لك كتكون تاهي مغلية. تاهي كنكبوها فوق الشوكولات. يعني ساهل هذا زعما ما يمكنش. ولكن كيخصو يكون يعني مقطع رقيق جدا. أولا نحكوه. ولا نعم. أولا يزي محكوك. هو غيدي شي شوية ديال الوقت في الحتان لأن كيكون شوية قاصح. أنا كنقطع غير بديك الكرادة ديال الربيع. أها. كيجي ساهل. صافي كيتفرتت. كيتفرتت كتقطعي مزيان وقت حيت كتقطعي عليه القهوة كيدوب دغيا كيدوب. نعم. كيجي زوين هذا مخير. كتخليه كيتكلاصا في الثلاجة. حنا عندنا الثلاجة ديال سيدي ربي بالبرد. كيتكلاصا غير بوحدو. نعم. إذا هذا كاناش ممكن إما نديروه فوق من شي كيك أو لا نستعملوه كيف قلتي نلصقوا به الحليوات اللي كنلصقوهم. بزاف ديال الاستعمالات. ممكن ناكلوه غير هكاك بوحدو غير هو يتقطع. يمكن تقدري دير ليه مثلا تلويه في الزير مثال ديال الكلاط. ولا اللوز كيجي ولكن كيجي غني بزاف كيجي كيكهم. الشوكولاتة البيض بالنسبة للقهوة كيجي زوين كتعطيها بالنسبة هذه. نعم. إذا ناخذوا معاك البيتزا اللي كتجي على شكل كيك. كاينة هاد البيتزا حتى هي كتجي زوينة وساهلة دغيا تصاوبيها في 95. نعم. فيها زافة ديال الطحين. وفيها كاس كبير ديال الحليب. فيها نص كاس ديال الزيت. نعم. فيها جوج بيضات. زيت عادي زيت من المائدة العادية. زيت المائدة. حيت باش تجي خفيفة. وفيها جوج بيضات. نعم. وفيها تقريبا شوية الملحة على حسب الذوق. والخميرة ديال الدار. شحال ديال الخبز. تقريبا معلقة كبيرة. كديري فيها الخميرة. ضروري. هذه بالنسبة للعادي. وعندنا لاصوص طومار تكون مصوبة موجودة غير شوية صغيرة حيت ما كتحتاجش بزاف. وبغيتي تزينيها بالطون ولا شوية الكروفات مطلوق ولا هو الزين يعني كيبقى اختياري. احنا الأساس عندنا هو العجين. تماما. إذا قلنا زلافة الطحين. كاس كبير ديال الحليب.
ماشي الكاس ديال العنب الكاس الكبير ديال الماوي النص ديالو ديال الزيت جوج البيضات الملحه ومعلقه كبيره من الخميره المعجونه عندها طريقه خاصه اولا كنعجنوا كلشي والسلام كله كيتخلط في الخلطات الكهربائي كتجي هي سائله هي كتخلطي كلشي هذا الخليط في الخلاط الكهربائي نعم وكديريه في صينيه بغيتيها مربعه ولا دائريه كتكوني دهنها بالزبده وترشيها بالطحين وكتصبي داك الخليط ومن بعد غير بشويه كتاخذي ديك لاصوص كترشيها هكايا فوق من هذيك الخليط قبل ما يطيب قبل ما يطيب قبل ما تطيب وكتزينيها كيف قلنا حسب الرغبه نعم بغيتيها انا كتعجبني بالكرافات كتجي خلاص الى خلاتي قال لك الدكتور خاصنا نقلو من داك الشيء القليو نعم ديري كرافات فيها مسلوق وتزينيها من الفوق نعم حلو. ما كتجيش عاليه بزاف ولا كتعاودي تخمر على حسب دابا السينيه انت الا بغيتي ديريها شويه كبيره بس هي كل ما زادت رقيقه كتجي احسن نعم اذا المول كيخصو يكون شويه كبير القطر ديالو كبير كنظن زاف وحده تاع الدقيق راه غادي تحتاج غير مول فيه تقريبا شي 30 سنتيم في العرض في القطر ديالو في القطر صافي وهي واجده كدير من داك الشيء رفيع نعم هذه ما غاديش نعجنوها بيدينا نديروها في الخلاط الكهربائي ونخويوها في المول اللي بغينا ولاصوص راه كتبقى اختياريه لاصوص طوماط ولا اللي بغينا ومع الفرماج من الفوق وكتجي زوينه نعم تبارك الله عليك لطيفه الله يبارك